أهلا وسهلا فيكم مع ديما وقصص النساء. أنا ديما بحب أتمنى لكم شهر رمضان مبارك كريم، وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير، وتضلوا تتابعوا معنا قصص وخبريات النساء. حالياً يعني بيقولوا بالشرق وبالغرب النساء عم يشكوا إنه لا نلقي الضوء كفاية على منجزاتهم، بس في أكيد جهود لتصحيح الأمر، فخلونا أنتم وأنا سوا نشارك بهالمسيرة البناءة. السيدة اللي بدي أحكي لكم عنها اليوم إنسانة مميزة، حققت الكثير بحياتها، والمفروض الجميع هون بالمغرب وحتى بالعالم العربي يكونوا على القليلة سمعانين باسمها. هي توفيت من وقت قريب، بس وقت بسأل حوالي بلاقي إنه ما كتير بيعرفوها، وخصوصي الجيل الجديد. ومشكلة، الوقت بيمشي، الإنسان بينسى، والأجيال مشغولة بحاضرها، بس مثل ما بتعرفوا بدون فكرة عن الماضي لا يمكن فهم الحاضر أو تخيل المستقبل. التاريخ مو بس أرقام صعبة الحفظ بتلخبطنا وأحداث مملة بيجبرونا على دراستها بالمدرسة، لا، التاريخ ممكن يكون قصة ممتعة مليئة بالتشويق، بتبقى ذاكرتنا وبتغني مخيلتنا. مثلاً خلونا نسكر عيوننا ونتابع هالمشهد. سيدة محترمة في خمسينات القرن العشرين خلعت جلابتها الجميلة وبدلتها بثياب رثة وسخة ومرقعة، وهلأ شوفوها عم تغافل جنود الاحتلال الفرنسي وتتسلل للقصر الملكي بفاس. افتحوا عيونكم، هي هي مع السلطان عم توصل له رسالة مهمة وسرية من المقاومة، رسالة ضرورية جدا هداك الوقت الصعب، لأنه بتجدد فيها المقاومة العهد للسلطان محمد الخامس، وبتخبره بتأثرها العميق بما قرره الاستعمار من رحيل الملك. بهالرسالة كمان أكدت المقاومة عزيمتها بالاستمرار في النضال حتى عودة الملك واستعادة السيادة الوطنية. السلطان كمان أمن بهالسيدة الجديرة بالثقة برسالة إلى قيادات المقاومة وصيهم بالمتابعة في الكفاح حتى النصر. وبهداك الوقت بدأت عمليات المقاومة المسلحة، يعني السيدة اضطرت لشوية حركات جيمس بوند، وفي رسائل سرية وحبر خفي اللي بيظهر الرسالة الخطيرة فقط للشخص اللي عنده مادة الإظهار. في مدينة فاس كان يجوا لعند الناس بعد منتصف الليل يدقوا دقة سرية متعارف عليها على الباب، وكمان كان لازم يعرفوا كلمة السر. هالشي كله طبعا في خدمة قضية نبيلة. السيدة الشجاعة هي مليكة الفاسي، امرأة كانت من قيادات الحركة الوطنية في المغرب، والوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944، يعني لولا اسم مليكة الفاسي ما كان في وجود رسمي على الوثائق للمرأة المغربية الساحة السياسية والنضالية بهذاك الوقت. وشدد على كلمة وجود رسمي، لأنه بدون شك أنه المرأة المغربية كانت تناضل جنباً إلى جنب مع الرجل، وحتى أول شهيدة بفاس كانت امرأة. مليكة الفاسي ولدت عام 1919 في عائلة مثقفة من أعيان المدينة، أبوها كان قاضي ورجل متنور، علم بنته مثل ما علم أولاده الشباب. فاس هي مدينة جامعة القرويين اللي أنشأتها امرأة هي فاطمة الفهرية، بس العلم فيها كان فقط للرجال. هذا الشيء خلى هالبنت النبيها مليكة تطرح أسئلة عن مكان المرأة في المجتمع بسن مبكر. طبعاً دور الأب في تفتح العقل عند ابنته وأعطائها هدف وتكوين شخصيتها هو دور واضح وضروري، بس كمان دور الزوج مهم. مليكة تزوجت ابن عمها سي محمد الفاسي عن حب وتفاهم، كان رجل علم ودعم دور زوجته في المجتمع والمقاومة وشجعها. مليكة اختارت الصحافة لإسماع صوتها وأفكارها من صغرها. في دار أبيها كانت تكتب مقالات بالأول تحت أسماء مستعارة تطالب فيها في حق الفتيات في التعليم. وقت حصلت الأميرة للا عايشة على شهادة الابتدائي، كتبت مليكة وأرخت هاليوم كبداية نهضة المرأة المغربية، لأنه تم فتح المدارس الابتدائية للبنات. مليكة الفاسي كانت متعددة المواهب، درست الموسيقى وتعلمت اللعب على العود، وتعاونت في تأسيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية. مع زوجها التحقت بخلية سرية للمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. كانت الاجتماعات تدور في دارها، وهي نفسها مثل ما شفنا بأول فيديو كانت فعالة بالاتصال بين المقاومة والسلطان. هالمرأة فعلا كانت جريئة،
لأن كاتبة الحماية الفرنسية وحتى الملك محمد الخامس من أجل المطالبة بحق الفتيات بالدراسة العليا. حوربت من قبل فرنسا بس السلطان دعمها ودخلت المرأة جامعة القرويين بفرع خاص للنساء. وقت رجع الملك محمد الخامس من المنفى في نوفمبر عام 1955 كانت مليكة عباب الطيارة تستقبله بالفرح والامتنان لما تعنيه عودته من قرب للحرية والاستقلال من الاستعمار الفرنسي. بعد الاستقلال اللي حصل في 2 مارس 1956 كانت مليكة من أول المطالبين بحق النساء في التصويت. اعترف فيه الملك محمد الخامس وحتى يقال أنه عرض على مليكة الفاسي تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية. فعلاً كان ملك متنور وعادل رحمة الله عليه، لكن مليكة فضلت العودة إلى العمل من وراء الكواليس لتحسين المجتمع عن طريق الانخراط في حزب الاستقلال وتشكيل جمعيات خيرية مثل جمعية محو الأمية وجمعية المواساة. توفيت مليكة الفاسي عام 2007. النساء اللي شاركوا بتحرير الأرض والعقول في المغرب في العالم العربي فتحوا باب التعليم لبقية النساء، ومع الرجال ساهموا بتغيير المجتمع ومهدوا الطريق لوصول النساء لما هن عليه اليوم من علم ومناصب قيادية. لازم ما ننساهم. هلأ اسم مليكة يعني المالكة، وقد يفسر بمالكة الأشياء، ولكن أيضاً وهو المعنى الأصح في حالة مليكة الفاسي هو مالكة الخلق الحسن والصفات الحميدة، لأنه هي بحسب مولدها لعائلة متمكنة كان يمكنها البقاء مرتاحة بدارها، بس هي فضلت العمل والكفاح من أجل فرض ذاتها وتغيير بيئتها، ولكي تبقى بذاكرتنا نحن النساء كمثال عما يمكن تحقيقه وقت منقرر لاحق أحلامنا بالعدل والتكافؤ. شكراً لمتابعتكم، إلى اللقاء مع فيديو جديد من نساء ديما.